هذا مثال عن الفلو ثرو ايرث دام. نلاحظ هذا الايرث دام وهذا الفلو نت مرسومه كامله امامنا. فنقرا منطوق السؤال: For the flow net through an earth dam which runs 1 kilometer long, يعني طول السد الترابي 1 كيلومتر يعني 1000 متر, and the hydraulic conductivity of 0.3 meter per day, وهذا قيمة الكي. هنا أنا يريد مقدار الكيو اللي صار بالمتر تكعيب per day. كذلك مطيني معلومة قايل الـ H elevation of نقطة F تساوي 10 متر, ورايد الـ H total والـ H elevation والـ HP في هذه النقطة في نقطة F وفي نقطة D. كذلك رايد الـ U at نقطة F والـ velocity بهذا الـ drop X, ومطيني الطول هذا الجزء من الـ drop, العفو هذا الطول 10 متر. فبالبداية أنا أطبق نفس القوانين اللي إحنا طبقناها, هي لحساب الكيو نطبق هذا القانون K. الكيو تساوي لنا K H في a number of flow channel عن number of drop في ال L, لأنه هو ما رايده per meter long of earth dam, هو رايده بهاي ال يعني ال شو اسمه بهاي الكمية متر تكعيب على اليوم. فنطبق القانون عادي, يطلع لنا مقدار الكيو بير متر يعني كيوبيك متر على الدي 2.07. رايد هنا الاتش توتال نقطة دي, وكذلك رايد الاتش بي. احنا قلنا هذا الخط الفلو لاين بي دي اول فلو لاين اور يسمى التوب فلو لاين, قلنا من خصائصه هو فرياتيك لاين, يعني الاتش بي في جميع النقاط هذه صفر. فإذا الـ HP في نقطة D تساوي لي صفر, الـ Head الـ HP في نقطة D تساوي لي صفر لأنه هو فرياتيك لاين, وكذلك النقطة D هي تقع على الـ Data, فأيضا الـ H Elevation صفر, فالـ H Total في نقطة D صفر. في Point F at Point F هنا قلنا الـ H الـ elevation head مطينيها بالسؤال 10 متر, فرأساً أني أقدر أستخرج. فنقدر إذا عدنا إحنا عدنا الـ H elevation 10, وإذا أستخرج الـ H total أقدر أستخرج الـ HP. الـ H total شلون راح نستخرجها؟ مثل ما تعلمنا إحنا سابقاً, هنا الـ head نحسبه, هنا الـ HP في هذه في نقطة C هو صفر, الـ H elevation في نقطة C هو 23, فإذا يدخل المي بهذا الـ head اللي قيمته 23 هنا راح يدخل للـ earth dam, راح يصير losses هنا, فأني نقطة F تبعد على بعد 2 element, فإذا 23 ناقص 2 إلمنتات 2 إلمنت في مقدار الخسارة لكل إلمنت إيش قد دا تكون. فإذا مقدار الخسارة تكون الدلتا إتش للدروب الواحد هو 23, اللي هو فرق الأب ستريم عن الداون ستريم 23, في عدد الدروبس الموجودة للشانل واحدة. هاي عدد الدروبس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 23 على 10 هو الدروب في الدروب إن هيد في الإليمنت هذا الواحد, فيطلع لي هذا المقدار 2.3. إذا الـ H total في نقطة F هو هنا الـ H اللي مقداره قلنا 23 ناقص 2 دروبس في مقدار الخسارة لكل دروبس اللي هي هاي استخرجناها 2.3, تطلع النتيجة 18.4 متر. إذا الـ HP هو حاصل طرح 18.4 اللي هو H total ناقص الـ H elevation 10, ف 18.4 ناقص 10 تطلع لي 8.4, هذا الـ H pressure head في نقطة F. الـ U احنا قلنا اذا اكو سيبج اليو تساوي لي اتش بي في جاما ووتر, اذا اتش بي 8.4 في جاما ووتر 10 يطلع لي 84 كيلو باسكال, هذا مقدار اليو او بور ووتر بريشر في نقطة اف. زين هو المطلب الاخر يقول find the velocity of seepage at drop x. احنا عندنا السيبج مقدارها او قانونها العفو في سيبج يساوي لكيو على اي,
الديسشارج على اي، بس يا ديسشارج مو الديسشارج الكلي لكل الشانلز، لا اني دا اخذ الديسشارج ل 1 شانل. فاذا 2.07 اللي من الناس استخرجته تقسيم 3 شانل، هاي طلعت لي الفلو ل 1 شانل على الاي. احنا دائما قلنا المساحه هي تنخذ المساحه العموديه على اتجاه الجريان، يعني 10 متر هو مطينيا في وحده واحده، فاذا 10 في 1 هاي مقدار الفيلوسيتي بال في الدروب اكس.